سيد رئيس الجمهورية بعد ألعاب البحر المتوسط وسيتم التكفل بكل هؤلاء الرياضيين بالستاج تاعهم بالمرافقة تاعهم إلى غاية لي جو دو باري إن شاء الله 2024. ميدالية فضية توحي بالكثير، ربما شابين في 23 سنة، واحد كان في المرتبة الثانية، هما مشروع نتاع ذهبية في باريس 2024 إن شاء الله. شكرا.